بخبريني قدام انتو هون عندكم محل قطنيات رجالي بمنطقة منطقة جاندارك الحمراء. قد ايه سالكن هون اندري؟ هون من 75. 75 وين كنتوا قبل؟ بالاسواق تحت بسوق البزركان. يعني الوالد اسس بنيت بيضون. ايه بنيت بيضون سوق البزركان. اخترق بالاحداث بال75 وبال75 افتحنا هون. وكيف ليش نقيتوا هون منطقه الحمراء؟ هل كنتوا في كله غالي يعني هون لقينا انه مقبول ولا ما في حرب وما حرب وساكنين هون يعني. اوكي قريب من الحمراء. الاهل انت من الوالد قلت لي بلش كان بالبلد تحت وبعدين انت نقلت لهون. بس انتو اساسا قلت لي انه جدك بلش هيدا البزنس بالقدس. ايه هيدا البزنس بلش بالقدس وهو الاسم نيكوديم الاصل ايطالي او يوناني هيدا اسم اجنبي. اوكي اجوا على فلسطين وقت الصليبية واستقروا هونيك. ايه اوكي وبعدين ب 48 جيتوا على لبنان. اه لبنان. هيدي صورة المحل بسوق البزركان. ايه وما غيرتوا الاسم؟ لا اسم العيلة. ايه ومفروض انه نيكوديم اخوان يعني بيك كان مع اخواته بالبزنس؟ مع خي. واي سنة فتحوا بالبلد تحت؟ بالخمسينات. يعني اول ما اجوا يعني 50 بدك تقول بالخمسين. وضلوا هونيك لل75. ايه هلا شو صار بال75 لما بلشت الحرب يعني؟ بلشت الحرب هو تحت احترقوا المحلين. اها. يعني نزلنا حتى رجعنا فتحنا وقتها. وقت اللي صار فترة هدنة بال76. ايوه وقت ما بنوا البلد وقت الحريرة رجعنا فتحنا سنتين بس شو خسارة بخسارة سكرنا. ما ظبطت. طيب هلا بعد ما انتهت الحرب بسنة 90 رجعت البلد انتعشت تحت. ما فكرتوا ترجعوا تنزلوا؟ لا 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 عملوها مثل نحن بقفل البرلمان صار حبس. كله مسكر. مثل منطقة أمنية ممنوع صارت. السيارات ممنوع مشاة شوي وبعدين بفتشوا إذا ست بدها تفوت بفتشوا لها جزدانة وكذا بطل حدا ينزل. سكروا كلهم مين فاتح تحت. ما حدا فقررتوا تضلوا بالحمرة. هلا إيه هلا إيه. انت مواليد راس بيروت؟ راس بيروت. يعني اهلك تهجروا من فلسطين؟ ايه 48 اجوا سكنوا هون بمنطقه الحمراء. وانت من وقت يعني كيف تتذكر المنطقه هون انت وصغير؟ الحمراء؟ ايه كانت جنة والله. كل العالم يجوا على الحمراء، السهر بالحمراء، البيكاديلي، الكافيه، تروتوار، كل العالم يحسدونا ساكنين بالحمراء. هلا الحمراء حمراء كلها شحدين وكلها زبالة وقرف. يعني انت لما كنت دعانا الحمراء لما كنت تروح على الحمراء كان اي شيء بدك اياه موجود بالحمراء؟ ايه اكيد كانت الحمراء هي منارة بيروت. كانت الحمراء كل العالم يجوا من جوني على الحمراء، يجوا من دورة على الحمراء، كل المحلات كانت بالحمراء. ما كان في داون تاون بالسبعينات والستينات والحمراء. اها إيه؟ تزعل على شيء اللي صار؟ ايه اكيد دعانا لبنان دعانا ان شاء الله هلا يلاقوا له حل. ما بيصير نضلنا هيك العالم جاعد اشغال ما في كله واقف كله جامد. اي سنة؟ 56 مواليد 56 يعني تقريبا كان عمرك 19 سنة لما بلشت الحرب. آه. يعني واعي على البلد تحت. ايه اكيد اكيد واعي تنزل. واعي ايام العز واعي على الشغل اللي كان تحت باب دريس سوق الطويلة سوق اياس كله هيدا كان على عياد ما فيك تمشي هالقد. يعني كيف هلا دبي والخليج لبنان كان محل دبي. يعني كانت الجنة تحت كانت كله وين ما كان الروشة المنارة كله وين ما يجي السايح كانوا. أنا بتذكر لما كنا تحت بالأسواق يجي عنا الخليجي أو المغترب ما يلاقي أوتيل ببيروت
بده يحجز غرفة ما في، يطلع يحجز بعلاي بهذا فل كله فل. بعدين الأجنبي الإنجليزي الأمريكاني السويسري الياباني هدول بطلنا نشوفهم، ما عم بيجي حدا. بيجي شوية عراقية على الخفيف بتحكموا بالمستشفى هوني، شوية أردنية شوية سوريين هدول على الخفيف هن اللي محركين البلد. يعني أكتر شيء بيجوا اللبنانية بيشوفوا أهليهم يعني مغتربين، مغترب اللبنانية. أندري، كيف تأثير الجامعة الأمريكية والـLAU فوق اللي كان اسمها البي يو سي قبل، كيف تأثيرها على المنطقة كان؟ هي يعني الأيو بي والهيدا هي حياة المنطقة، يعني تلاميذ بيجوا من كل أنحاء الدول العربية وين على الأيو بي، أردنية عراقية كذا كلهم بتعلموا تاريخ هيدا من أكثر من 170 سنة تقريبا. صح صح صح. لازم منا تمشي على خط الجامعة، كلها محلات أكل شاورما، منظر حلو. مبارح مشيت من أول الجامعة لآخرها كلها شحدين، بلحقوك شحدين، ليه تركينه نيدو؟ للأسف غيروا شكل المدينة كلها. شو استيك الحمراء، شارع الحمراء يعني بده ثلاثة دركية بيشلوه، زبالة تركينا، شجرة ما عنده أصول، وين البلدية وين هيدا؟ بس الحمراء، روح على غير مناطق مزدهرة. وكأنه في شيء ممنهج لضرب الحمراء. ايه في شيء في شيء. بتروح على مارياس نظيفة، بتروح على جلي ديب نظيفة، بتروح على حلا منطقة نظيفة. في بلدية بيشتغلوا بجبال بكذا، ما بتلاقي الموجود بالحمراء. الشيء اللي عم بيصير بشارع الحمراء، شو بيعني لك شارع الحمراء أندري؟ هو التاريخ، هو أصل بيروت، هو كل شيء. شارع الحمراء العالم كله هلا بس تقول له شارع الحمراء بيعرفه. كل شارع الحمراء كانت إلدورادو، سينمايات، كل العالم تيجي وين تصار؟ بيكاديلي، فيروز، صباح، وديع الصافي، مسرحيات، وينهم هدول؟ ليه ما بفرجونا على التلفزيون تاريخ لبنان؟ والقهاوي شو كان عندك؟ كان في الموتكا، كان في كافيه دوفاري، هورس شو؟ كلها كافيات مرتبة، تلاقي عالم قاعدة مرتبة. هلا فيك تسترجي تقعد بكافيه؟ اقعد برا، بيجوك دغري يشحدوا، بيهلكوك، بتقوم بتفل. نحن صرنا من سنة 2019 مرئين بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بتاريخ لبنان. صح. الحديث كله ما شافه لبنان. يعني لبنان ما شاف هيك شيء حتى بأيام الحرب. ما وصلنا لهون. هل تأثر شغلك بهالأزمة؟ أكيد كله تأثر طبعا، على الغلاء، العالم ما معه سيولة، كله تأثر. هلأ نحن أشغال ما في بتعتبر يعني هيك قاعدين، لو ما المحل أجار قديم شوي ولا ما بتضاين، ما في المحلات كلها عم بتعاني. هلا انتم بتبيعوا قطنيات، شو من وين اكثر شيء بتستوردوه هون؟ هون في صناعه وطنيه اكثر. صناعه وطنيه. وين مثلا شو اهم مصنع من اهم المصانع صناعات القطنيات بلبنان مثلا؟ في مصانع كثيره، يعني في مثلا بي واي دي. بي واي دي بعده شغل لبنان. ايه بعده مثلا، هاي صناعه قويه. هذا من قبل الحرب مشهور. ايه كان في ليمون، كان في ليمون وهبي يعمل الاعلان على التلفزيون. ايه صح صح. ايه عن دعايه عن بي في دي او شيء. وفي بي في دي كمان. بي في دي ايه، ما هي كانت بي في دي عملوها بي واي دي. اوكي. بس شوف صناعه هون معامل كتير سكر. صح. ومعامل مضاينه شوي. قلت لي انه اهلك تهجروا من فلسطين، جيتوا على لبنان، اجوا على لبنان ب 48. ايه انا خلقان هون. انت خلقت بلبنان. ايه. ليش ما فكرت تهاجر بخلال كل هالازمات اللي مرق فيها؟ يعني عندك حرب السنتين، بعدين الاجتياح الاسرائيلي، بعدين لبنان العيشه فيه حلو يعني بال 75 هيدا رغم الحرب كان في مصاري، كانت العالم عايشه، في سيوله،
عرفت كيف؟ وبعدين سهر، والواحد إذا طلع مثلا على جبل ما في منها هاي بالدول العربية، المطاعم هون الأكل الموجود بلبنان ما موجود بغير يعني الميزة اللبنانية، السهر الهيدا، كنا متأملين عم نتأمل مرق العمر ونحن نتأمل. هل بتشوف انه مثل ما مرقت قبل ازمات كبيره على لبنان، لبنان رح يتخطى هالازمه؟ ايه اكيد 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 اكيد، بس بدنا زعماء يكونوا يحكموا مظبوط ويكون همهم قلبهم على البلد مش على مش على الجيبه. ايه على الجيبه، يرجعوا المصاري للعالم اللي سرقوه. ولا حيلا بلد مصر، حيلا بلد مرقت مثل لبنان بس طلعوا منها، طلعوا منها سريعا ان شاء الله. هون يعني فرل الموازي لشارع بلس محل ما في الجامعة الأمريكية، هل عندك زباين بيجوا من طلاب الجامعة أو أساتذة الجامعة؟ مرات قليل قليل، مرات صدف يعني، لأنه الشارع هون منه شارع تجاري يعني. نعم. جون دارك وهذا صدف بطلع اطلق شوي، منا مش مثل هذا. أنت بتعتبر ايام العز كانت على هالمحل، انت من ال 75 هون يعني تقريبا صار لك 47 سنة. لا انا بقول العز، العز للبنان وللمحل لكل شيء من ال 75 وقبل، هيدا العز. بعد ال 75 كانت شوي احسن، بس ال 75 وقبل كان غير حي. قبل الحرب كان لبنان مثل ما تقول توب، مقصود من كل العالم. بعد ال 75 كله تغير. حتى بالتسعينات لما خلصت الحرب وصار شوية ازدحام. شوي يعني أحسن من هلا، أحسن من هلا. شو الدولار كان 1005 ونقول غالي. هلا الدولار 35,000، العالم اللي معاشه مليون ليرة ومليون ونص، كيف بيعيش؟ كلنا يعني أكلناها، كيف بيعيش؟ غير إنه مصرياتنا راحت. راحت.